السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد في القناه. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضروا بغرير ناجح 100% بطريقه سهله، ما كياخدش معنا وقت، بدون اختمار، وكيجي ناجح. انا متاكده انه غادي ينجح لكم من اول مره غتجربوه. فقبل ما تفضلوا معايا تشوفوا الطريقه، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموني باشتراك ديالكم، اي بالضغط على الزر الاحمر صابوني، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه. فعلى بركه الله، بالنسبه لهذا البغرير غادي نحتاج عندي هنايا زلافه عامره ديال السميده رقيقه، كاس ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر، واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات، والماء دافي. فاول مرحله هي اننا غادي ناخذوا الخميرة ديال الخبز، غندوبوها مع ديك المعلقة ديال السكر، غادي نضيف عليها الماء دافي وغادي نخليها حتى تتفاعل، وان شاء الله من بعد نرجعو نكملو التحضير ديال البغرير ان شاء الله. الخميرة بعد ما تفاعلت على هذا الشكل غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخذ هنا ديك زلافه السميده، دي ضروري تكون مغربله، كاس ديال الطحين حتى هو يكون مغربل، هنا ديك معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نضيف هاد كاس ديال الخميره، دابا غادي نبدا على بركه الله. غادي نضيف الماء دافي، بالنسبه للماء الماء يكون غير دافي، ما يكونش سخون. اذا كان الماء سخون او دافي يعني زايد الحراره ديال الدفء ديالو، فملي غتجيو تطحنوا غادي تعجل لكم. فانا هنا غادي نعبر لكم بالكاس بالضبط شحال دخل معايا ديال الماء. بسم الله، نبداو بالكاس الاول، الكاس الاول، الكاس الثاني، غادي نحرك الكاس الثالث، الكاس الرابع، صافي. هنايا عملت أربعة الكيسان ديال الماء، والكاس ديال الماء اللي كنت خلطت فيه معلقة ديال الخميرة، يعني المجموع واحد خمسة الكيسان ديال الماء في هذا القياس ديال زلافة عامرة ديال السميدة وكاس ديال الطحين. دابا غادي ندوز غادي نطحن هاد الخليط مزيان، وغنطحن مزيان الخليط ديالي، غنطحنو مزيان تقريبا واحد أربعة ديال الدقايق. دابا بعد ما طحنت الخليط مزيان، في آخر مرحلة غادي نضيف هاد الخميرة ديال الحلوى اللي غنغربلها. صافي، دابا بعد ما طحنتو مزيان هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا. ومن قبل غادي نعطيكم نصائح، نعطيكم نصائح اللي غتقدر تفيدكم على انه البغرير يصدق لكم وينجح لكم 100%. اول نصيحه هي انه في المرحله ديال الطحين ضروري نطحنوا الخليط لمده ديال واحد 4 دقائق، الخليط تطحن مزيان. ثاني حاجه هي انه الخليط ديالنا يكون ما خفيف ما قاصح كما كتشوفوا، يكون القوام ديالو على هذا الشكل. اذا كان خفيف فالبغرير ما غادي ينجحش معنا، وكذلك اذا كان قاصح البغرير غادي يجي معجن وغادي يجي قاصح، ما غادي يجيش البغرير مثقب مزيان ومهوي. ثالث حاجه هي اننا ملي غنجيو نطيبوه ضروري المقله اللي غادي نطيبو فيها خصها تكون المقله خاصه ديال البغرير، يعني ما كنستعملوش فيها حاجات اخرين، اما البغرير او لا ما شابه البغرير بحال كريب او البانكيك. وكذلك واحد النصيحه اخرى هي ان الخميره ديال الحلوى كنضيفوها كاخر مرحله، وما كنطحنوش بزاف، فقط كنضيفوا الخميره وكنعملوا طحنه واحده وكنوقفوا. النصيحه الاخرى كذلك هي ان بالخصوص المقله، الطياب ما خصوش تكون نار مهيله وما خصوش تكون نار مجهده، تكون نار متوسطه. غادي تشوفوا معايا النار كيفاش غادي تكون. وكذلك بالنسبه للمقله، اذا بقات كطيب معكم واحد شويه حسيتوا بها بدات كتلصق اولا مابقاتش كتصدق مزيان، غادي تشدوها وغادي تبردوها، ما غتبردوش من الوجه ديالها، غادي تبردو الظهر ديال المقلاة. انوريكم، ما غادي تجيوش وتكبوا الماء
على الوجه ديال المقله، على الوجه ديال المقلات، غادي تجيو المقله غادي تكبوا عليها الماء من الظهر ديالها، غتحلوا الروبيني وتطلقوا عليه الماء بارد، اولا تشبروا شي فوطه اللي تكون شويه مبلله وتمسحوا بها الوجه ديال المقله. المقله اذا بقيتو كتعملوا لها الماء بارد فالمقله غادي ديفورما وما غتبقاش تزدق لكم البغرير مزيان. هادو هما النصائح اللي اذا تبعتوهم غادي ينجح معكم البغرير 100%. فندوز دابا نطيبوهم. فهنا خديت المقله ديال البغرير، كما كتشوفوا النار، النار متوسطه ماشي مجهده ماشي هادئه، البغرير ما كيبغيش النار تكون ناقصه بزاف. فغادي نبدا على بركه الله مباشره غادي نبدا نطيب بسم الله. بغرير بعد ما سليته بالطياب فكيجي على هذا الشكل، كيجي تبارك الله كله مثقب وناجح 100%. ما كيستغرقش معنا وقت بزاف في التحضير، نقدروا نحضروه الكوتي او كذلك الفطور في الصباح. كيجي تبارك الله كله غزال، فقط تبعوا الخطوات اللي عطيتكم وان شاء الله غادي ينجح معكم. فاذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش تخليوا لي لايك، كذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه. شكرا والى اللقاء.